هو اللقاء الأول بين الولد وأمه وأخواته بعد شهر وستة أيام من انقطاع أخبار مصطفى الحجيري عن عائلته. هو الذي كان خطف من منزله الكائن في تعلبايا البقاعية. هو الإنجاز الثاني لرئيس اتحاد أبناء العشائر العربية جاسم العسكر في الإفراج عن مواطنين خطفوا على يد أشخاص من عشيرة آل حمية. العسكر الذي يحظى بثقة عشيرة آل حمية كان قد ضمن لها عودة جثمان ابنها الشهيد محمد الذي قتل على يد تنظيم جبهة النصرة. نحن اليوم كعشائر عربية موجودين بهيدا البلد مدين إيدنا للعشائر اللي موجودة بمنطقة بعلبك الهرمل ونحن وياهم إيد وحدة لدرء الفتنة وللاستقرار وللعيش المشترك، ونحن حنكون أكبر من كل الفتن اللي تساق إلى هذا البلد. نحن جثة ابن حمية اللي هي جثة تعتبرها جثة كل العشائر. نحن كاتحاد العشائر العربية اليوم فايتين بهذا الموضوع ونحن حنكمل فيه وإن شاء الله حنحققه هذا الأمر. أنا بحمل المسؤولية للدولة إنه لازم كانت تشتغل على الموضوع من الأساس، ما كنا وصلنا لهان، يعني ما كان وصل ابن حمية خطف ابن الحجيري ولا كان فنحن بنطلب من الدولة، أنا بطلب أول شيء من الدولة إنه تشتغل على قصة العسكرية، يعني داعش عم تدبح أولادنا بالجبل وهن عم يدبحوا أهل العسكرية اللي قاعدين تحت الشتاء ببيروت، وأنا بتضامن معهم من هاي الموقع وبتمنى كل الناس تضامن مع العسكرية لحتى تخلص قصتهم ونرجع نعيش برياحتنا. وفي معلومات خاصة بالأم تي في أن الشيخ العسكري ينتظر الضوء الأخضر من جبهة النصرة وموافقة الدولة اللبنانية لتولي المفاوضات مع التنظيم بشأن ملف العسكريين المخطوفين، وذلك بعد إعلان الموفد القطري المرتقب عن إنهاء دوره كوسيط في هذه القضية من دون التوصل إلى الإفراج عن العسكريين.